وقد جاء في المستدرك أن الأرض تخرج خيراتها في زمنه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: يخرج في آخر أمتي المهدي، يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا، يعني يقسم المال بين الناس بالعدل بالسواء. قال: وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، يعيش سبعا أو ثمانية، يعني سبع أو ثمان سنين، وفي حديث آخر سيأتي إيراده إن شاء الله، أو تسع سنين.